سعيد جدا لاحتضان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حفل تنصيب سفراء الوحدة الترابية. هذا الحفل اللي جاء من بعد اتفاقية شراكة اللي عقدتها الأكاديمية الجهوية مع المركز الدولي للبديل للإعلام والصحافة، واللي شكلنا من خلال هذه الاتفاقية أندية سفراء الوحدة الترابية داخل المؤسسات الثانوية بجهة الدار البيضاء 6 بحيث تم تعميمها بكل ثانويات تأهيلية. واليوم ضمنا يعني انتقاء سفيرات وسفراء المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء 6 بحيث تم تنصيب سفيرين بالنسبة لكل مديرية إقليمية. نصبنا 32 سفيرة وسفير بجهة الدار البيضاء 6 على صعيد الأكاديمية وبحضور مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بحيث تحضروا معنا اليوم ما يفوق 11 الفنانة وفنان معروفين على الصعيد الوطني اللي جاوا كيدعموا هذه المبادرة. تم تكريم هاد التلميذين كسفراء أيضا للرياضيات وعبر الرياضيات سفراء للوحدة الترابية في المؤسسات التعليمية اللي كيشتغلوا بها. كنهضروا على القضية ديال الصحراء المغربية اللي هي قضية كتقيسنا حنا اولا، لاننا ولاد الشهداء اللي مشاو في هذا الشيء وفي هذه القضية هذه، وهذه القضية راه كتسرى في ضمننا. واللي باغا نقول ان الصحراء مغربية وغادي تبقى مغربية، اكيد شعور يعني كل واحد كان كيتمناه، مي فاش كيتحقق قدام ماك وقدام يعني ناس كبار يعني في اطر كبيرة في الدولة، كتحس فريمون بلا عندك وجود وعندك تأثير على المجتمع ديالك وعندك تأثير في هذه القضية اللي كتشوف من بعيد انهم كيأثروا فيها. دابا اليوم عندنا تأثير فعلي في هذه القضية هذه.